أنا وربعي مرة شغولين، لا وبعد خفيفين سريعين وموجودين كل مكان، وكل الشركات تتضارب علينا. هلا بالربع، كيف الحال؟ إيش الأخبار؟ عساكم بصحة. ترى والله نحن مسهلين أمورنا مع لا مسهلين أمورنا ولا شيء، وكمية الضرر من هذه الأكواب البلاستيكية كثيرة جدا على البيئة. هل تعلمون أن كمية الأكواب البلاستيكية المستهلكة في ميناء الفحل فقط تعادل 80,000 كوبا، وهذا في شهر واحد فقط، أي بمعدل 3 أكواب في الدقيقة. يقدر وزن المخلفات البلاستيكية في الشهر الواحد ب 1200 كيلوغرام. هل تعلمون أن ما يقارب 30% من المخلفات العامة في مسقط هي من المخلفات البلاستيكية؟ طيب ما فكرنا كيف هذه المخلفات تكلفتها مثلا، أو هل هي تحتاج إلى تخزين ونقل وتحميل وبعدها إلى ردم؟ للأسف ناهيك عن الانبعاثات البيئية. هل تعلمون أن الأكياس البلاستيكية والمخلفات البلاستيكية تحتاج إلى 1000 عام لكي تتحلل؟ طيب كيف ممكن نحل من هذه المشكلة؟ الحل بسيط جدا، عبر اتباع آلية تقليل، إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. يعني تجنب استخدام المواد البلاستيكية الاستهلاكية، إعادة استخدام المواد الصديقة للبيئة، وفي الأخير إعادة التدوير. شاركونا في حملة شركة تنمية قطاع عمان للحد من المخلفات البلاستيكية.